حيد فيستون تشهد طرب مع سي الفي. واش الرجال اني مزيان بخير معكم ايوب سيكليس مو في الفيديو عارف راسي مرت عليكم ولكن راه الغالب المهم جبتكم واحد ياسا هي تبارك الله المليحه ديال بصح هي شحال من واحد صرت لي فيديو صرت لي ميساج قال لي اخي ايوب راه بغينا نشوفو الريفير النوبو كيفاش داير شنو تبدل فيها شنو ما تبدلش فيها تبدل فيها واحد الضايباش هادشي شنو يا سلام يا سلام هادشي الاواخر ديال بصح ياسا هي قدامي غادي نوريها لكم دابا غادي تشوفوها هاي هادشي جبنا لكم لا يا كاين اشهر بيوار في الديك على ياسا اللهم بارك رايكم بدا تشوفها كاملة طرون طروة من طريق الرحمة لتونس ياسا هي قدامي دابا غادي ندورو الكاميرا اول حاجة غادي نوريها لكم الموتور كامل هي الماكينة الماكينة اللي خرجت في هذه نفس الماكينة اللي كاينة في فيكان اس اش الفيديو اللي قبل اللي كنتو شتو اللي ما شتوش نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبشن تحت دخلوا تفرجوا فيه تابونا وديروا لايك بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتسجلوا تقولوا لي كومونتير كي جاكم الموطور كي جاكم الموطور كتبوا لي كومونتير تحت عطاو التقييم ديالكم من 10 واش الموطور ناوي ناخذو ان شاء الله دي 50 ديالي راه انا تفاجئ في السيد باش نديها وانا خط طرون طروا ان شاء الله غادي نجربو كيفاش دايره وغادي نسافر فيها ان شاء الله هي ما غاديش نحبس بها في الاول شي اللي كاين تنسوا ديروا لايك تابونوا في لاشي بارطاجي الفيديو مع صحابكم ونوريكم الموطور ديالو الماكينه ديال فيكان ريفيرو طرون طروا شوفوها راه النجمه معروفه شنو كتعني الاسطبل ديال الخيول مخبي لداخل تم الكربيله شو اللي جات فيها بالنسبه لكم مزيان هنا فيها كربيله شو كبيره فيها كربيله شو ضرمز اخرى فيها كربيله شو بيز 20 بالنسبه للشكل ديال الموطور هو هذا من جهة قلي من كين كاش ديسك فيها سيلندر الفران دوبل بيستون بالنسبة للعبار ديال البنوات 250/17 بي 330 هاد التكتبات السفيرية هذا باش يبان لكم مزيان تكتبو في جوجل ولا هكا تقلب عليه كيعطيك شحال تقريبا هاد البنوات شحال ديال السرعة كيحط ولا مارك ديال البنوات معروفة كتخدم معاهم بيكان كيندا معروفة كيندا هي رقم واحد كاينة في المغرب كاع تقريبا لي مارك اللي تيدخلو للمغرب تيركبو هاد البنو هادا والصراحة هاد البنو هادا راه معقول راه صبار تبارك الله راه كاين اللي تيضرب بيه 40,000 50,000 في الموطور ومازال تيطحن بيه هذا إلا كان مكيتشكيش إما كان شي واحد كيتشكيش راه تضرب ليه كشا بالنسبة لهاد الموطور هادي ولا هاد الريبيرو هادي هادي اوتوماتيك اوتوماتيك فرينات في اليد ماشي امبرياج وكوسا مقصوم هادي كازا واش حماق عليها ديال كوسا مقصوم هاي دارو مزيان راه بالنسبة لها مسلم مزيان كيفاش داير وبالنسبة للفران ديال اللور تا هو دوبل بيستون وبنو ديال لور لا مارك كيندا وفي العبار ديالها هاهي 275/17 بنو ديال لور راج 41 بالنسبة للشاكمة ديالها راه زادت في الدقة ديالها ولا شي شوية ماشي غليظة تسمع غليظة بحال البولا لا المهم تسمع ما حداش الموطور بالنسبه للماكينه فيها داكشي كبير تمن الشاك ما تيخص تخص تنقصولها من الكاتاليزور داكشي باش تولي داكشي مساوي ماشي شي
الشاك ماشي شكون تقايبه ديالها صغير بس انا تقبا دير بحال هكا صفحه صغيره مقارنه مع اشويه هكا باش الضربه ديال الموتور ديك الشيء الدخان ولا الانبعاثات اللي تخرج الموتور كيكونوا ما هذوك العبار هو هذاك وحتى هي كيجي فيها كاتاليزور لاصق في الكيلاص برونشي مع الكيلاص وكاينه بوات لاباري هنايا اللي كتعاود ترد منه شي تقريبا شي 25% للبيبا كيعاود يدخل عاوتاني الموتور باش يعاود يتحرك داكشي بالنسبه للكاريناج ديالها راه عاش راه مش بدل فيه والو باقي كيما هوايا وكنرمس بالماكينه راه اخبار فراسك بالنسبه للماكينه راه داكشي راه شي راه اللهم بارك انا وريكم واحد اللعيبات اخرين ان شاء الله بالنسبه لهنا القدام هنا في هاد البلاصه هادي شحال من واحد يتصور فيديوهات وهاد البلاصه كنشوفوها مديكاليه ماشي مديكاليه هنا كيسق الباتري حنا تنخليوها محلوله هنايا باش ماشي يجي كليان وحتى ماشي تنعاودو نحلو نبقاو طايفين معاه ولا هكا كتجي تلقاها محلوله ساهله كتحلها الديس من هنا كتحيد كنبرونشيو الباتري كان هاديك الساعات تنعاودو نردوها في بلاصتها فيكس كتكون القضية ساهلة الأمور مزيانة هادشي اللي كاين بالنسبة للبلاطو وبينيو والسنسلة اللي تيجيو راكبين فيها أولا كيتشين ديال الحويضة تيجي فيها بلاطو ديال اللور 36 هاهي ماعرفتش تبان ليكم مزيان ولا لا وفيها السنسلة 428 وفيها بينيو ديال القدام 14 باين والثمن ديالها راه ثمن معقول راه ما فهمتيني راه الثمن فيها لا بغيت ناخذ انا حد الثمن اللي فيها ثمن معقول ديال بصح كلشي مع الشكيكي راه هنايا كلشي مع واحد السويرت شو السيكر ديال الموتور دي كان جي ما شو واحد القرش وطون تاتشمي ماي دي كان شي حاجه بحال هكا واحد السيكر بالنسبه لهنايا كاين بلاصه شارج يو اس بي الناس اللي بغات تشارجي التليفون فيها 3 امبير وبالنسبه للجهه الاخرى كاين الكونتاك هنا امارش هنايا كتسكت كتدور الكيدون اليسر ولا اليمين كتعنقر صافي دمر بلاناش وبالنسبه لهذه راه علاقه ديال الكاسك بالنسبه لهنايا بالنسبه للدراري ما تعرفوش اول مره ياخذوا موتور كتدور كونتاكت كديماري من هنا كيشعل الضو وهنايا الجهه اخرى من كتشعل الضو من هنايا هنا كتبقى كوموندي باركود الضو كيعاود يطفى من هنايا امارس بالنسبه لامارس ديال ريبيرو راه كتشد الفران ديال القدام اللي بغى يجي اليمين ولا اليسار كتشد كتضرب بحال هكا حتى الديمار بالنسبه لهادي هاد البوطون اللي الفوق هذا ديال سينيالات بربعه اولا ديتريس هادو تيشعلو السينيالات بربعه اللور والقدام الجهه الاخرى كاين كلاكسون تخش منو كاين سينيال ليمن ليسر ملي كتبغي تطفي السينيال كتورك على البوطون هذا الوسط وهو تيطفى بالنسبه لهنا لتحت هذا ستارتر ديال ليسانس هذا ستارتر ديال الكربيره شور في حاله جمع الموتور ما بغاش يديماري لك اولا كنتي شاك ماشي ديفو ماشي كشير هذاك الشيء غير خفيف كتجر ستارتر بحال هكا كتشد الفران كتضرب البوطون ديال امارس اولا ستار كديماري عاد ديماري الموتور شطرتو هكا بلاصتو وكيعاون في الصباح بالنسبه للموتور اللي شي ديماري ومع الطلاق بالنسبه للطو ديالها راه باقي كيف ما هو يا انفو تاع الديمارا كيشعل ليد هنا البوله ديال القدام حتى هي ليد السينيال هنا وجوج كريستال كذلك اللور حتى هو كريستال كومبلي كريستال 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 بلاكا ديال ريبيرو بالنسبة لهادي الشكاية ديالها بالنسبة للدراري اللي ماشي يصوروا كيفاش كتهز اولا كيفاش كترجع اما كتهزها بحال هكا وكتحط اولا كتجي الجنب من هنايا حتى
تكون مثلا هذا محلو كتهزه بحال هكا اي كتهزه شي شويه كطيح اوتوماتيك مو تطيح. هذا هو البتي تريفيو اللي كاين. و بالنسبه للماكينه ديال الريبيرو كاين شحال من واحد تيسحاب ليه راه امبرياج واحد بالنسبه للاوتوماتيك اللي ما فيهاش لومبرياج في اليد هادي كيكون فيها دوبل لومبرياج. هادي بيكان تكون هادي اللي ما فيهاش لومبرياج في اليد تكون اوتوماتيك تكون دوبل امبرياج تكون فيها امبرياج هنا فيه لي في ريدو وكيكون امبرياج واحد اخر اللور هنا فيه دياسك. هذا هو البلان. هادشي اللي كاين الفوش واللي بغى يعرف شي حاجه اكثر ولا بغى يعرف الثمن ديالها يلقى لي ديال الانستغرام ديالي لتحت اولا راه هو هذا اللي غادي نتلقاو هنايا ولا غادي نتلقاو هنايا. مرحبا بجميع والنمره ديال الابيل حتى هي راه كاينه في الديسكريبشن تحت ومحطوط كلشي. اي واحد خاصو شي حاجه اي موطور بغى مرحبا. وكان معكم ايوب سيكليس ان شاء الله. بالنسبه للدراري اللي كيسولوا على الكيت اللي شارك في الريبيرو احنا نوريكم الاخوان هادشي السيد مقتطف صغير حيد بيستون تضرب مع سيلفي يلا يلا شوف التغريفة قداش قطعة في الليل الله يبارك كان بيستون تضرب مع سيلفي.